هل يشرع النفث والمسح في أذكار الصباح والمساء؟ الأمر في هذا واسع. لو أنه لما قرأ مثلا آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد نفث ومسح على رأسه وجسده فلا بأس، الأمر في هذا واسع. لكن الذي وردت به السنة أن هذا المسح إنما يكون قبيل النوم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبيل النوم كان ينفث في يديه ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، ويمسح بها وجهه ورأسه وما استطاع من جسده. وكان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام طيلة حياته، حتى إنه في مرض موته كان يأمر عائشة أن تفعل به ذلك. وهذا يدل على تأكد هذا النفث، لكن هذا يكون قبيل النوم. لو فعله في أذكار الصباح والمساء أحيانا فالأمر في هذا واسع. أحسن الله إليك.